في الحقيقة هذا القصف متوقع، وازدياد حدة القصف المتبادل أيضا متوقع في ظل قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أن هذا القصف الأخير أخذ طابعا إعلاميا أكثر مما هو طابع عسكري. ونجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد يعني قامت بتصوير الطائرات منذ الانطلاق، ومن ثم حاولت أن تعطيه زخما كبيرا لغرض امتصاص الزخم الداخلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أن هناك ضغوطا كبيرة يمارسها الجمهوريون ضد الديمقراطيون. وأعتقد أن جون كيري يحاول أن يمتص الأزمة الكبيرة، لا سيما وأن المشاكل في داخل أمريكا هي أكثر. فضلا عن ذلك أعتقد أن هذه الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط بشكل كامل، لا سيما أن الحرب في غزة تداعياتها واضحة على المنطقة، وأعتقد أن الضربات المتبادلة سوف تستمر. ولكن هناك مسائل مستغربة، أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تتهم إيران، وفي نفس الوقت تقول أن إيران سوف لن تقصف، وهذا الموضوع في حد ذاته يشكل علامات استفهام واضحة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذا القصف الأخير قد غيرت المسار السياسي والأمني في التعامل مع الحكومة العراقية المستقبلي. ومنذ اليوم الأول لبدء المفاوضات قد اختلفت التقاطعات في إطار التصريحات، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أشارت أن طبيعة الحوارات قائمة على أساس التحول في إطار وجود التحالف الدولي من الطبيعة المتعددة إلى الطبيعة الثنائية في إطار التعامل مع يعني هل يمكن أن تجازف الحكومة العراقية بعلاقتها مع الولايات المتحدة، خصوصا بيان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأخير الذي على ما يبدو ساخطا جدا حينما يقول أنه يرفض تزييف الحقائق الأمريكية، وأنه لم يكن هنالك تعاون أو تنسيق قبل الضربة على عكس ما يقوله الأمريكيون؟ نعم، هذا التصريح يرتبط بالتصريح السابق عندما قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، قالت أن طبيعة المفاوضات هي ليس لسحب القوات الأمريكية، وطبيعة المفاوضات قائمة على أساس التحول من التعامل المتعدد إلى التعامل الثنائي. كذلك الحال نجد يوم أمس هناك ناطق باسم الخارجية الأمريكية قال أيضا أن عملية القصف كان بتنسيق عالي مع الحكومة العراقية، والحكومة العراقية نفذ ذلك. هذا أدل على شيء، يدل على أن التنسيق بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية أصبح مسألة من الماضي، وأصبح هناك مشاكل قد تظهر للعلن في الأيام القريبة. وأعتقد أن الحكومة العراقية أيضا الآن هي ملزمة أن ترفع مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن، باعتبار أن هذا القصف يختلف عن القصف السابق، باعتبار أن العراق حاول أن يدعو إلى الحوار في ظل يعني لجان مشتركة وبدأت بالفعل. وهذا الموضوع بحد ذاته يعطي دلالة على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤمن بفكرة الحوار، ولديها يعني استراتيجية معدة مسبقا، لا سيما ولنفترض أنها لا تؤمن بفكرة الحوار وهي تزيد من حجم ضرباتها، خصوصا إذا صدقت التوقعات واستمرت، ماذا ستفعل الحكومة بالمقابل؟ الرد الذي أيضا تحدث عنه الحشد الشعبي والذي سيكون بأمر القائد العام للقوات المسلحة، ما الرد الذي تتوقعه؟ الحكومة العراقية تتعامل بحذر حقيقة، هي تدرك جيدا تبعات عملية الانسحاب المفاجئ أو الانسحاب تحت الضغط، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أوراق ضغط في المنطقة وبالذات في العراق، لديها ورقة أمنية، ورقة سياسية، ورقة اقتصادية دائما ما تلوح بها اتجاه الحكومة الحالية. ولكن في نفس الوقت الحكومة الحالية أيضا هي تجابه ضغطا كبيرا شعبيا، وكذلك ضغط من قبل القوى السياسية التي شكلت هذه الحكومة، ولذلك هي في حيرة من أمرها. الحكومة في موقف لا يحسد عليه، فهي في من جانب تحاول أن تتعامل وفق ما يسمى بالقوى الناعمة في عملية إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، وفي نفس الوقت تحاول أن تحافظ على المصلحة الوطنية وتحافظ على الدماء العراقية. ولذلك أعتقد أن الحكومة العراقية بالوقت الحاضر سوف تغير من سياستها، لا سيما وأنها سوف تضطر اضطرارا للطلب الرسمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي بضرورة الخروج من العراق. ولكن هل عملية الخروج سوف تحل الأزمة؟ أعتقد أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق سوف لن يحل الأزمة لأسباب متعددة، باعتبار أن حتى قضية الخروج قد يكون خروجا شكليا مثل ما خرجوا عام 2011. فضلا عن ذلك الخروج قد يكون عملية تنقل بين قواعد مختلفة داخل العراق، بمعنى قد يتم استبدال قاعدة عين الأسد بقاعدة حرير، أو قد يكون هناك قواعد أخرى. إذا ما قلنا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تخرج من العراق بشكل مطلق، فإنها سوف لن تذهب بعيدا،
قد تلجأ إلى قواعد قريبة على الحدود العراقية الأردنية وعلى الحدود العراقية السورية، وبالتالي أن عملية الخروج سوف لن تحل الأزمة، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها سيطرة تامة على الجو العراقي. الأجواء العراقية لغاية هذه اللحظة حقيقة للولايات المتحدة الأمريكية سيطرة تامة. الحكومات العراقية السابقة والحالية حاولت أن تكثف الجهود من أجل الاستعدادات والجاهزية للقوات الجوية، ولكن مع الأسف لغاية هذه اللحظة لم يتم مسك الجو بشكل كامل.